مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكون بألف خير وانتم عم تتابعونا اليوم. اليوم رح نتعلم ثلاث حركات كيف الواحد بمر من الثاني بفوت دغري جول. هلا بنرجيكم اياهم. الحركة أول شيء بتدفش الطابة بإجرك على هي الجهة، بتمسكها بقوي، بترجع لورا، بتروح من هي الجهة. هيك فيك تساويها ضد واحد. وإذا ما عندك حدا مشان تلعب معه أو تساوي هاي الحركة، فيك تساويها على العمود. هلا رجعنا للحركة الثانية. الحركة الثانية هاي فيك تفوت الواحد فقوسة بيضة إنه هيك. أول شيء لازم تاخذ طابة بإجرك لهي الجهة وتخليها يعني تلزق كل شوي، تلزق طابة إنه ما تقيمها أبدا لو سويت هاي الحركة، إنه مو هيك هيك. ماشي، هاي أول شيء تساوي هيك، تاخذها لقدام، تاخذها هيك وهيك، هيك بتفوت فقوسك. هلا رح نساوي الحركة ضد واحد. لما تساوي هيك أكيد رح يروح الواحد هيك على هي الجهة، بعدين بتساوي هيك هيك هيك. هاي هي آخر حركة. هاي الحركة بيستخدمها كريستيانو رونالدو كثير، هيك بتساوي. أول شيء تساوي بتعطي هيك باص صغير لقدام بالطابة، بس لو تعطي بتاخذ بهي الإجر اليسارية تساوي هيك حوالين الطابة، وهي آخر إجر هون بتساوي لها هيك هيك، بعدين بتسوت. بس هاي مشان تعرف. هلا هاي الحركة رح تساويها كمان على واحد. هاي الحركة هلا رح نساويها على واحد. وهلا نحن خلصنا لليوم، بس بدنا اياكم تحطوا لايك وسبسكرايب وتكبسوا على الجرس، واي حركة بدكم تحفظوها تكبسوها تحت، لانه انا ودايا بنلعب حركات، وهي الحركات بنسميها سترات فوتبول، يعني حركات بالشوارع، حركات طابة بالشوارع وفري ستايل. وهلا نحن رح نرجيكم لعبنا. هلا نحن رح نرجيكم بعض الحركات. هدول حركات ما بي انه ما بيطلع هيك اثره بال، ما بضل على فوق الطابه، بس بضل هيك عم يلعب على الارض. هاي اسمها بس جراند، يعني بس على الارض. وفريستو اذا طلعت الطابه لفوق وصرت تعمل وهيك حركات وعلى راسك وهيك شغلات. هول هن الجراند موز، حركات على الارض. اوكي، وهلا رح يبلش دايا بعمل الحركات. مثل ما قلت لكم لايك سبسكرايب وتكبسوا على الجرس، واي حركه بدكم تحفظوها بتكتبوها، وانا ودايا رح نحفظكم اياها. السلام عليكم.